الأستاذ رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أستاذ رامي، يعني إيه اللي في رأي حضرتك ممكن يكون على أولويات طاولة القمة الإفريقية القادمة، وإذا قدرنا نتوقع في تقارب ونجاح أكبر يكون برضو عظيم؟ يعني الحقيقة هي بعد عام صعب من العمل الإفريقي، لأن كان بيواجه تحديات عديدة هذا العام معظم الدول الأفريقية، تستعد القارة الأفريقية لعام ربما يبدو يعني منطقيا أصعب في ظل تحديات عالمية وعالم يعني شديد التعقيد. في قضايا رئيسية بتواجه دايما القارة الأفريقية زي إحلال الأمن والسلم، خاصة في نقاط الصراع أو بؤر الصراع في القارة الأفريقية، بالإضافة لتحديات عالمية خاصة بالاقتصاد العالمي وأزمات الغذاء والطاقة اللي بتواجه، والنقد الأجنبي طبعا اللي بيواجه معظم القارة الأفريقية مع تراجع اقتصادي أو تراجع مؤشرات اقتصادية. وأفترض أن التنسيق بيتم لكيفية تعايش الدول الأفريقية مع الأزمات القادمة خلال العام القادم. أستاذ رامي، هل تتوقع أنه يعني نصل، لأن مصر عندها قدرة التعامل مع العالم المتقدم لصالح أفريقيا، وهي بالفعل لا تألو جهدا وصلت لنجاحات جيدة في التكوينات الاقتصادية الكبيرة الثلاثة في أفريقيا، والتعاون البيني ما بين مصر وكل دولة أفريقية، وأهمية استقرار السلام وإسكات البنادق والعمل على التنمية والالتفات لرفاهية الشعوب الأفريقية. يعني مصر ماسكة ملفات جيدة جدا الحقيقة منذ وقبل رئاستها كمان للاتحاد الأفريقي. هل بتتوقع أن مصر تقدر تجلب لدول أفريقيا في القمة القادمة باتصالاتها احتياجات هذه الدول من الحبوب ومن في ظل أزمة غذاء عالمية بيتحدث عنها الكل؟ يعني مصر بتحرص خلال كل السنوات اللي فاتت، حتى قبل رئاسة مصر في عام 19 وبعد رئاسة مصر في عام 19 بعد 19، على المشاركة في توجيه وإدارة العمل الأفريقي من رئاسة لرئاسة متعاقبة للاتحاد الأفريقي. أزمة الغذاء وأزمات أخرى لها علاقة بالطاقة وأزمة الديون وتراكم الفوائد الديون، أمور بتهم مصر جدا وبتحرص مصر على المشاركة في محاولة الحل وعرض القضية الإفريقية دائما على طاولات التفاوض العالمية. بفترض أن أصبحت أزمة الغذاء أزمة ملحة جدا في القارة الإفريقية بسبب الحرب الأوكرانية القائمة والتغيرات المناخية وتداعيات أزمة كورونا. دور مصر هيكون كبير جدا لأنها محور الربط الدائم ما بين القارة الإفريقية وما بين قوى العالم الخارجية للتنسيق لحلول حاسمة أو ربما تبدو أكثر حتما للقضايا الأفريقية الأساسية المصارة. أنا بشكرك جدا يا فندم على وجودك معنا، أستاذ رامي زهدي الخبير في الشؤون الإفريقية.